الرخص وجديد في الرخص، وفما معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيدوا انه معناتها فما برشا رخص تنحات الى اخره. تعطيكم الصحيح، تفاعلنا مع الوزاره، مش يتدخل معنا شكون، ولكن اسامه عنده المعطيات رسميه من الوزاره، شنو اللي بالحق تبدل، شنو اللي مازال، شنو اللي صحيح، فما منه من مستوى باش يتبدل هكا ولا اسامه. ذي بعد شويه، اي فوالا هذا الكل تو نحكي فيه بعد شويه بعد ان شاء شويه الله. بعد شكون بعد ضيفنا اللي معنا في المباشر، سي فريد بن شحام مساعد وكيل عام والناطق الرسمي باسم حاكم منستير والمهديه. مرحبا بيك على موجات اكسبريس اف ام. سي فريد صباح النور. صباح الفل ومرحبا بيك. لا باش ندخل معك مش بالصيف هذيك، باش ندخل معك كدكتور في القانون، يعني كدكتور في القانون. يعطيك الصحه، اي هاك ولا هاك، احنا ما عندناش حاجه تهم المستير والمهديه افكتيفمون، ما نذكر معناتها شكون، فوالا ودكتور في القانون بالطبيعه. هذيك بالعكس انا اللي حاجتي به دكتور في القانون سي فريد بن شحا، الاحكام قضائيه في قضايا استعمال شبكات التواصل الاجتماعي. شفنا معناتها تفاعلات، انت هوني جوست كدكتور في القضاء وكتونسي واكيد تستعمل، نتوقع تنش تقول لي لا ما نعرفش مواقع التواصل الاجتماعي، وشفت لي رياكسيون برشا عباد. ما نحبش لغتك الناس الكل، ما عنديش احصائيات، ولكن شفنا معناتها العباد تقول برشا 4 سنين وثلاثة سنين وشنو هذايا وشنو اللي عملوا وشنو اللي قالوا. شفنا حتى عباد معناتها تقول لك ما يعجبونيش ويسميهم حتى بالاسم، ساعه ساعه ما يقول لك ما نتبعهاش ولا ما نتبعوش ما يعجبنيش، اما برشا معناتها هوني شنو يقول القانون وهل فما احنا ديما مش اول مره نتكلموا عليها في برنامج اكسبريسو ومن سنين دايوغ، الفاموز العقوبه البديله. قبل ما نخلطوا لها شنو يقول هوني القانون؟ شوف، هو القاضي عنده نصوص قانونيه يطبقها، وعنده مارج نتاع اجتهاد، وعنده الحريه حسب كل ملف معروف قدامه انه يطبق اقصى العقوبه او انه يمتع المظنون فيه ولا المتهم بظروف التخفيف. دونك المحكمة الابتدائية وتحديدا الدائرة الجناحية في تونس ارتأت أنه تطبق أقصى معناها العقوبات المحكوم بها في الجرائم اللي أحيل من أجلها أصحاب المحتوى هذا، إذا كان صح أنا نسميهم أصحاب محتوى، من أجل الجرائم اللي ارتكبوها، اللي هي تحديدا جرائم واردة بالمجلة الجزائية، نحكيه على الاعتداء على أخلاق الحميدة، مضايقة الغير بوجه يخل من الحياة، تحريض شبان على الفجور، والتجارب هنا في الحياة، ولكل عقوبة كل جريمة من الجرائم هذه فيها 6 أشهر سجن، ونضيفوا لها تحريض شبان قاصرين على الفجور فيها من عام إلى 3 سنوات سجن إلى جانب الخطايا المالية. وكيف كيف فما جريمة وردت في مجال الاتصالات اللي هي الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، اللي هي عقوبة نجم توصل إلى 2 سنين سجن مع اختيامية. بالنسبة لبعض المتهمين على خلال 4 سنين ونص المحكمة طبقت اقصى العقوبات المحكوم بها. به يعني هوني مشاو في هما متفاوتين، ما شفنا الحقيقه انا مانيش مختص معناتها هذاك عليه نسالوا في عباد كيف شفنا فما يظل عامين فما 3 فما 4 واشهر كل مره، دونك خاطر ماهمش نفس اسباب ولا انت وين تحاكموا انت على شفنا اذا كان شخص كل ملف حالته من اجل التهم هذه الكل، مثلا قلنا الاعتداء على اخلاق الحميده والتجارب من في الحياه، مضايقه الغير بوجه يخل بالحياه، وتحريض شبان قصر على الفجور هذوما 4، والاساءه الغير عبر الشبكات العموميه للاتصالات، تحسب جمله العقوبات نجم توصل 4 سنوات سجن. ثم متهمين اما انهم ما تمش احالتهم على جمله الجرائم هذه، او انه المحكمه تبقى ظروف التخفيف. هذاك علاش كان عقوبات تتفاوت، ولان هذاك دور القاضي تسمى تفريد العقوبه، يختار اختيار العقوبه المناسبه حسب ملابسات كل جريمه وحسب شخصيه مرتكب الجريمه. هما قلت الاربعه هذوما يخلطوا قداس عنده مارج بتاع عقوبات يختار، ينجم النص يقول له مثال الجنحه من 16 يوم الى 5 سنوات، كيما ينجم يعطي 16 يوم، كيما ينجم يعطي شهر، كيما ينجم يصل الى اقصى العقوبه. سي فريد هما قلت الاربعه يخلطوا قداس؟ هما كنا نحكيو فيهم تحسب حسابيا. اي الاعتداء على اخلاق الحميده 6 أشهر، مضايقة الغير بوجه ويخل الحياه 6 أشهر، تحريض شباب على الفجور ولا على الفسوق من عام الى 3 سنوات، هذوما قداش؟ هذوما سا ديبون ماكسيموم 4 ديجا. 3 سنين ومعاهم 4 سنين. وبالنسبه للاساءه الغير عبر الشبكات العموميه للاتصالات من عام الى عامين. دونك تنجم المحكمه ان تنجم توصل 4 سنين ونص، كيف تنجم المحكمه ان هي ما تخفف وتوصل كما شفنا احكام عام عام ونص، دونك حسب التهمه التي تش توصل 6 معناها تش توصل 6 سنين حكى انا حسبت معك بس نجم تصير اذا كان تم معناها اعتبار
كما زاد راه فما اوبسيون اخرى اللي هي امكانيه للقاضي نجم ممكن نشوفوها في محكمه الاستئناف اذا كان تم الطعن في الحكم الغائي نجم المحكمه باش نبسطوا للراي العام سيبوزون انه شخص يقوم بخلع مسكن من اجل السرقه نتاعو هذا مزوج جرائم الاضرار ملك الغير فك الخلع والسرق نجم المحكمه تعتبرهم الزوز متواردين وتطبق العقوبه الاشد اللي هي بالنسبه للسرقه دونك نجم في محكمه الاستئناف تختار زيدوا بسطوا متواردين يعني العقوبه الاشد سامحني كذا برك نجم تختار الجريمه المستوجبه العقوبه الاشد اللي هي مثال الاساءه الغير عبر الشبكات العموميه للاتصالات مثال اللي هي عامين وتعتبر جميع الجرائم متوارده في الجريمه هذه وتكتفي بعقوبه العامين كيف تنجم معناها تخفف العقوبه وتطبيق الفصل 53 اذا كان المتهم نقيص السوابق العدليه كيف تنجم حتى تمتعوا بتاجيل التنفيذ في الاستئناف لو ما يعديش العقوبه ويعطيه سرسي كما نقولوا بالعاميه كيف تنجم زاد كيف توفر شروط كما قلت ثاني في عدد المواقع تنجم تمتعوا بالعقوبه البديله واضح هوني كي تقول متواردين يعني كما قلت انت فما معناتها من بثقين على كل السبب هذاك معناتها سولا فاتسوا كان فما ذيك يعني فما الاخرين تكون معناها جرائم عندها نفس الهدف اي فهمتك واضح هوني متحدين في الهدف يوليو نعاقبوها على جريمه برك اللي فيها اكثر عقوبه توا الاربعه اللي قلتهم قبيليكا وست خمسه معناتها كلهم نحكيو هوني في اللي عنده علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي ولا هذايا حتى عبد في الشارع الكلهم معناتها ولا قانون كل واحد وحده الجريمه نتاع مثلا الاعتداء على الاخلاق الحميده اي نجم تطبق على شخص يقوم معناه بالسب والشتم والاعتداء مثلا سب الجلاله ولا التلفظ بالفاظ نابيه ينجم معناه يتعاقب على الاعتداء على الاخلاق الحميدة كيف اذا كان صار في اطار فضاء الكتروني لانه نفس الفصل يقول كل معناه اعتداء على الاداب العامه بتسجيلات الكترونيه سمعيه بصريه يتعاقب طبق هذا النص واضح اليوم هوني زاد فما برشا كلام تقال في هذا السياق هو لازم شكون يشكي هكا ولا او نجم النيابه شكون اللي يثير القضيه معناتها إثارة الدعوة إذا كان نعطيك إكزومبل فما نورمالمون فما جرائم قليلة أنه يلزم نشترطوا أن الشخص يشكي مثال السلب عبر وسائل الإعلام كي شخص يتعرض للسلب في وسيلة إعلامية إلكترونية سمعية بصرية لأن مرسوم الصحافة يقول يلزم فما شكون يمشي يشكي فهمنا جريمة الزنا يلزم فما شكون معناه شكون يشكي ما عدا الجريمتين هذم فانه جل الجرائم النيابه تنجم تتحرك من تلقاء نفسها حتى على محتوى يشاهدوه في التلفاز ولا مقال صحفي ولا غيره ولا محتوى الكتروني تنجم تصير الدعوه من تلقاء نفسها ما غير شكاية. النيابه هي اللي تتحرك. النيابه العموميه لان هي تمثل المجتمع وتنجم تصير التتبع في اي بدون توقف على شكايه من المتضرر. اي ما مثلا على تقرير مثلا يكون مثلا نعرفش انا في ملعب في استاد. عبد مثلا قلق عباد بالسبان وبالواحد بوليس واقف قاعد يخدم على روحه غادي ينجم يعمل تقرير هذا هو ويحيله للنيابه هكا النيابه العموميه وهي عندها سلطه تتبع خاطر برشا انا علاش اخترت الاكزومبل هذايا برشا قالوا تو باش توليو شعب معناتها ما عندكم شيء كل انا مانيش ندخل في ليزارغيومون هذوما وكل معناتها ولكن يقول لك نسمعوا في معناتها تولي تعدي الناس الكل تعديها معناتها على هذا اليوم نسمعوا شويه خليك نقعد معك في المثال هذا راهو فما برشا مخاوف ما عندهاش حتى اساس لانه راهو النيابه ما تحركت في الجرائم هذه الا ما ولات فنومان والا معناها جل الشعب التونسي ولا متقلق من مواقع التواصل هذه انا موش سيبا جراتي جل هما عندهم عباد تبع فيهم بقى كان فما اثارات معناها لان راك شفت الملاعب يومين تصير فيها سماوي اللي كريم معناها ديفول مش في ديو غوده باش تلقاها الناس كل شيء لكن شيء ما يمنع نظريا انه يقع اي حاله مع القضاء لكن لنا ما نجموش نصيروا معناها الفزعه هذه نجم تتحال لانه كان ثم صار ضيره وصار قبل هذم الاشخاص هذم اشباه صناع المحتوى ولاو معناها يمثلوا معناها اساءه لصوره تونس في الداخل والخارج هذاك علاش باذن النيابه العموميه تحركت معناها باذن وزاره العدل تحركت النيابه العموميه واضح عقوبات بديله ممكن مش ممكن بطبيعه الحال شوف وفما ثلاثه جرائم اذا كان المحكمه اعتبرت انه المتهمين سيقع معاقبتهم الا لاجل جرائم الاعتداء على الاخلاق الحميده أو التجار بمنافع الحياة أو مضايقة الغير بوجه يخل الحياة
وتعتبر لبقية الجرائم الأخرى متواردة مع الجرائم هذه، فإنه بالنص الفصل 15 من المجلة الجزائية يقول أنه ينجم إذا كان المحكمة حكمت بعقوبة ما تجاوزش العام، هذا الشرط الأول، وإذا كان المحكوم عليه يقبل فإنه وما عندوش سوابق عدلية تنجم العقوبة السجنية تتعوض بعقوبة العام اللي فات المصلحة العامة، لأنه صناع المحتوى هذا عوض الزج بهم في السجن وما عندهم السوابق، وتخاف أنهم يحتكوا بالمجرمين المحترفين ويزيدوا نصهم منهم معناها مجرمين في مجالات أخرى، فإنه يقع استبدال العقوبة السالبة الحرية بأنهم يقع تشغيلهم مجانا في مؤسسات عمومية أو جمعيات تعنى بحماية البيئة أو جمعيات خيرية، ولما تتحقق الفائدة للدولة من خلال الحد من اكتظاظ السجون، من خلال التقليص من نفقات الخزينة العامة. أما قلت لازم أقل من عام، كيف لازم العقوبة العقوبة المحكوم بها ما توجع هم كلهم يفوتوا عام يذولي؟ لا لا، هم هاني قلنا في الاستئناس، فما الاستئناس شيء مهم محكمة الاستئناس أن هي تعاود تكييف الجريمة وتعتبرها من قبيل مثال الاعتداء على أخلاق الحميدة، وتسلط عقوبة تخفف من العقوبات اللي كنا نسمعوا فيهم وتولي تقلص فيهم إلى العام وتستبدلها بالعقوبة البديلة. فك محكمة الاستئناس عندها سلطة مراجعة العقوبات كلها. واضح واضح، شكرا لك على توضيحات هذه كل سي فريد، على بجحة على تفاعلك معنا كدكتور في القانون. فمش أي إضافة أي حاجة ممكن فلتت علينا في الأسئلة أو غيره مع سي فريد؟ عاش كنا ما 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 عادش معنا. هذا هو ذوليونا في التوغو سيما هكا ولا حاولنا وانو نرجعوا على التفاصيل، لانه فما تفاعل كبير على الموضوع، خاصه انا مساله كما قلت برشيره في العقوبات، ممكن حتى على اسماء بعينها يقول لك علاش هالعقوبه كانت بالشكل هذا. واضح اليوم القانون شنو اللي يقول وكيفاش ممكن الاجراءات ممكن تصير في الاستئناف، في انه تصير تخف العقوبه والا استبدال العقوبات السجنيه بعقوبات بديله في انتظار تطور هالقضايا هذيا. باش وخليني وسيم فما حاجه هنا وقت اللي طلب دكتور فريد بن شحا، خليني باش نقول حاجه وسالته في الأف، قال لي اليوم رانا قاعدين نبني ولا منظومه قانونيه تتعلق بالجرائم الالكترونيه بصفه عامه، راهو كان مش في تونس في العالم الكل، معناتها العالم الكل قاعد يتفاعل مع الشيء الجديد هذا ويحاول يبني منظومه قانونيه تواكب وتكون متطوره مع ما الفضاء الالكتروني هذا. ناش كان عاودوا نتصلوا به منال دونك رابيدمون ولا اسامه تري تري رابيدمون، معناتها لانه معناها حبيت فريمون قعد عندنا سؤال ولا ممكن نطرحوه معناتها في ناش كان معنا ينجم يكون معنا من جديد، خاطر عندي سؤال اخر، خاطر فما تفاعلات من المستمعين معناتها جاو. تري تري رابيدمون تفضل بعجالة أسامة. أسامة بن عبد الله هنا دونك لا ناش كرجع معنا سي فريد. سي فريد بلي خاطر جاو تفاعلات اونتر طون مش على هذا، ناش كرجعت معنا سي فريد. قلت لك عندك شي حاجه تضيفها ممكن ما رجعناش عليها بالاسئله سي فريد، ناش كرجعت معنا شو اي وحاجه اخرى، فما سؤال بصفه عامه اليوم على ديما نسمعوا فما عباد قاعده تتوقف وكله يبحثوا معاه وصاير هذايا توا، يقول لك في بعض الحالات خاطر نسمعوا فما برشا عباد راهو تشوف القانون تشوفه في الافلام، يقول لك علاش ما فماش الكوسيون وتنجم تخليه ولا تعمل له بغاز الكترونيك ولا تخليه على ذم التحقيق اما يروح لدار ومش يتوقف الى اخره. هذا سؤال حبيت فرصه نجاوبك عليه. اي فوالا، هو راهو مشكلتنا في تونس عندنا نقص كفادح في الثقافه القانونيه. اي هذا لانه هذا كل موجودين، لانه عندنا في القانون التونسي ما يعرف بالضمان المالي. اذا كان قاضي التحقيق شاف انه الشخص ما فيش خطوره اجراميه وانه ينجم يقعد بحال صراح وما اثرش هذاك على جدوى البحث، فانه ينجم معناه يقوم باطلاق سراحه في مقابل معناه تركه تحت ضمان مالي. واضح، يعني افراج بضمان مالي موجود عندنا في القانون التونسي. هذوما يتسموا التدابير الاحترازيه ولا معناها بدائل الايقاف التحفظي. عندنا الافراج بضمان مالي ولا تحجير السفر، هذوما من بين معناها بدائل الايقاف. مانيش قاعد يستعملوا فيه برشا جوستومون، هذا اللي قاعد يتقال تو. شفت ما نحبش نسمي اشخاص ولا غيره، ما شفت معناتها الفتره الاخرى كل مره توقف عباد من ادارات من مؤسسات من معناتها ما يتوقفوا يقعدوا على ذمه التحقيق، ما يرجعش لداره، يقعد غاديك يقعد في معناتها. اعطيك يعني مثال باش انت كانت تذكرش صاحب مؤسسه اعلاميه معروفه تم الابقاء عليه بحال صراح مقابل دفع ضمان مالي.
بغير ما نزيد نفسره أكثر. دونك هذا إجراء معمول به يوميا في المحاكم، لكن كما قلت لك رأي المعلومة هي لمشي معناها ديفيزي، ومش كل معناها نشر المعلومه راي وكيما يقبلوهاش الاشخاص، وكي مثلا نشوفوا توا اشخاص موقفين ولكن قعدوا موقفين يبعثوا معاهم هما موقفين، فما حاجات تبرر انه ما قبلوها لهمش، نتصور خاطر طلبوا حكايه كمان في بعض الاحيان خطوره الجريمه والخوف انه الشخص معناها يتحصل بالفرار ولا يغادر البلاد، او انه خوفا انه يرتكب جريمه اخرى، فانه في بعض الجرائم الاخيره يكون الايقاف هو الحل الاخير. واضح. كي تكون الجريمة بسيطة والشخص معناه لا يخشى من بقائه بحالة صراحة، وقتها تنجم المحكمة انه تفرج عليه بضمان ملي. واضح. ديما في قلب الحدث سي فريد باش يعطيك الصحة وتوضح تعطي المعطيات صحيحة، ونذكر هوني راه خد برشا يعرفوك، انا تقرا اسمي راه باسم المحكمة مهدي ومسير، هوني راه كدكتور في القانون. شكرا لك، فماش أي حاجة باش تضيفها؟ شوف انا نحب نقول راهو القاضي هو اللي عنده سلطة اختيار العقوبة حسب كل حالة على حدة، ماهوش معناه ماشي آلة نعطيوه النصوص يطبقها، هو يجتهد، ثم ما يعرف بمبدأ أنسنة العقوبة أو تفريد العقوبة هو يراعي بالإحالة على الملف الأخير، لأنه القاضي في محكمة الاستئناف باش يراعي ظروف كل متهم وباش يعطي العقوبة اللي باش تكون متناسبة، لأنه الهدف من العقوبة هو الردع صحيح لكن زاد الإصلاح. دونك القاضي يبحث ان يحقق الاثنين، دونك كيف وكيف الطبيب هو يلزم يعطي الجرعه المناسبه، ما يلزمش تكون فيها معناها اكسي باش ما تاديش الى وفاه المريض، ويلزم زاد تكون معناها قليله باش ما تشفيش الدواء، لان المجتمع يلزمه معناها يشفي غليله من ذلك السلوك الاجرامي، دونك يتعاقب، لكن في نفس الوقت يلزم اصلاح ذلك المتهم حتى لا يعود الى ارتكاب الجريمه مره اخرى، وهذا ما يعرف بتفريد العقوبات. والقاضي اليوم عنده جمله من الآليات اللي نجم يطبقها ونجم يختار عديد العقوبات اللي بتكون تتناسب مع شخصية كل مجرم. شكرا لك سي فريد بن شحا دكتور القانون في القانون على تفاعلك معنا اليوم الصباح كالعادة معلومات قيمة، شكرا لك.